دلوقتي الاهلي بيلعب ال 4 2 3 1، بس الاهلي بيلعب ال 4 2 3 1 دلوقتي مختلف عن 4 2 3 1 بتاعت حسام البدري ايام عبد الله السعيد ووليد ازارو. عبد الله السعيد ووليد ازارو واه شيء كمهاجم تاني، كانت الفكره كلها ان احنا بنلعب في العمق في العمق في العمق، هنعتمد على ان وليد ازارو هيخطف المدافعين وهنجريه، وهنعتمد على ان هو لعيب عداء ممتاز جدا، ويلا اجري يا عم وليد يجيب واحده وسط 10، الحاله بالنسبه له بتكون مقبوله في اي حاجه. انما ارنيفل بال 4 2 3 1 بنعتمد على الاطراف بس، بنعتمد على رمضان صبحي وحسين الشحات او جيرالدو وحسين الشحات او اي حد بيلعب ناحيه الشمال، وحسين الشحات اذا ما كانش حسين نفسه بيلعب ناحيه الشمال، وبنعتمد على مهاجم يكون محطه ومهاجم يكون بيحاول ان هو يساعد زمايله اكتر ما هو يكون بيسال المدافعين، واكتر ما هو يكون بيجري على المرمى اكتر. فعلشان كده وليد ازارو مش مناسب خالص لفكره ريني فايلر. الراجل بيحب الفيرود يكون طويل، بيحب الفيرود يكون بيلعب بدماغه ممتاز، ما يحبش ان هو يكون عنده فيرود ما بيعرفش يباص يا اساسا. علشان كده وليد ازارو فكره رجوعهم على نيفايلر فكره مستحيله. بسم الله الرحمن الرحيم، واخيرا هنتكلم في الكوره. الحمد لله وسط كل التجارب الفيديوهات اللي الواحد عملها، وكنا بنتكلم على حاجات بعيده عن الكوره علشان مع الاسف الشديد مفيش اي اخبار بتخص عالم كره القدم الايام دي، فاخبار النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله كتيره جدا، والكلام كتير جدا على الانتقالات وعن اللعيبه اللي رايحه واللعيبه اللي جايه، ورمضان قاعد ولا رمضان ماشي ولا الدنيا بالنسبه لرمضان عامله ازاي. مبدئيا لن تخسر شيء ان عندنا ما عملت لايك او سبسكرايب والكلام الرخيص ده. بص يا معلم، الاهلي دلوقتي عنده مشكله كبيره، مشكله هو رمضان صبحي قاعد ولا مش قاعد، لان احنا كلنا عارفين ان احنا عندنا مشكله ناحيه الشمال في حاله عدم وجود رمضان صبحي، فما فيش بديل قوي لرمضان صبحي. جربنا كتير وقليل، بس مع ذلك ما لقيناش ان في حد قدر يسد نفس المكان، وكمان لقينا ان علي معلول مستوى وقع بعد ما رمضان صبحي ما تم اصابته، ورمضان صبحي كان مؤثر جدا، ومع الاسف الشديد ما لقيناش البديل زي ما احنا بنقول. فالاهلي عنده معضله، هو رمضان قاعد ولا رمضان هيحاول ان هو يرجع انجلترا. رمضان صبحي موقفه موقف، رمضان صبحي مبدئيا كان بيتكلم على ان هو عايز يرجع انجلترا وعايز يرجع يحترف تاني، بس لا ان هيدر شيفيلد الموضوع مش واضح بالنسبه له، هيرجعوا درجه اولى ولا هيفضلوا في الدرجه الثانيه، ولا الدنيا تبقى بالنسبه لهم عامله ازاي. غير ان هو لقى ان نادر شوقي بيقول له انت جاي لك عروض احترافيه من تركيا ومن فرنسا ومن ايطاليا، وجاي لك من كل الدول بتاعت اوروبا عايزك، طب في العروض يا مستر نادر مفيش، طب ما نعمل ايه بقى؟ احنا مفكر ان احنا نجدد في الاهلي سنه تانية، يعني الحاله بالنسبه لنا تبقى حلوه، وانا بلعب هنا في مصر احسن جناح في مصر، وانا بلعب برجل واحده، فالموضوع بالنسبه لي زي الفل، هجدد مع الاهلي وخلاص. ويصحى برضه لا انا عايز ارجع انجلترا. في موقف رمضان لحد دلوقتي مش واضح، والكلام مع كينو كلام غريب جدا، اللي هو انت اساسا بتخاف من فكره ان انت تجيب لاعب وتديله مقابل مالي عالي، فتخيل هتروح تجيب كينو اللي هو كان بياخد 10 مليون دولار في السنه مع بيراميدز، هتجيبه مرتب عامل ازاي يعني؟ هو اللاعب كل الانديه بترفض التعاقد معاه عشان خاطر مرتبه العالي اللي هو ال 10 مليون دولار، فانت هتجيبه اساسا ازاي يعني؟ الا بقى لو كنت هتاخد مساعدات من جانب تركي الشيخ، ودي حاجات اللي احنا بنرفضها، غير ان كينو اساسا 30 سنه، غير ان هو لاعب مزاجي ولاعب مش جماعي، فالموضوع بالنسبه له كبير. اما سيرنو بقى، فسيرنو الناس في صن داونز قالت لك بص سيرنو عقده سعر لحد 2023، وسيرنو بالنسبه لنا لعيب مهم جدا، فموضوع ان انت تجيب سيرنو ده الموضوع بالنسبه لك صعب، لان هم مش عايزين يبيعوه، هم شايفين انه لاعب مهم، وغير كده صن داونز من الانديه اللي في افريقيا مش محتاجه فلوس. فسيرنو وكينو حطهم على جنب، لان زي ما قلت لك كينو في خلافات كتيره جدا، حتى كينو نفسه كان بيطلع يقول ان الدوري المصري افضل من الدوري البرازيلي، وانا بفضل ان العب في مصر، لو لعبت في مصر العب للاهلي، وجماهيرنا اكلنا من الكلام ده كتير يا حبيبي، بيقولوا لنا نفس الكلام، وبعد كده بيجوا هنا الدنيا بتتغير تماما، وغير ان احنا مش عايزين اي مشاكل ماديه وسط الفرقه، لان احنا مش عارفين نلم مشاكل اللي من ساعه حوار عبد الله سعيد بسبب الفلوس، فهنجيب لاعب نديله 10 مليون دولار هنكون كده ولعنا في غرف الملابس ودمرنا الفرقه من جوه. فكينو مفيش شك ان هو لعيب ممتاز ولعيب مميز، بس زي ما قلنا سنه والفلوس الكتير الموضوع مخوف الاهلي. غير مشكله الجناح الشمال، الاهلي بيدور على مساك. سيد ريني فايلر مقتنع جدا بفكره ان احنا دفاعنا دلوقتي ماشي بالستر، وهي ماشيه كده بتاعت ربنا، ياسر بيلعب له شويه، عليين متولي بيلعب له شويه، بعد كده رامي بيلعب شويه، وهم بسم الله ما شاء الله ما فيش ثبات في المستوى ولا اي حاجه، ممكن تلاقيهم عاملين ماتش عالي جدا، والماتش اللي بعديه تلاقي فيهم واحد سيء، والماتش اللي بعده تلاقي الاثنين غيروا مع بعض، اللي كان حلو بقى وحش، والموضوع بالنسبه لهم ضايع. غير ان هم اساسا بيعانوا ان هم قصيرين، فاحنا محتاجين نجيب مساك طويل. رحنا في ودن احمد حجازي، احمد حجازي قال يا جماعه انا مبسوط بالقعده في اوروبا دلوقتي، وبصوا بقى والله العظيم لو رجعت مصر ما العب غير في الاهلي، ارتحتوا انا مش هروح بيراميدز، والله لو رجعت مش هلعب غير في الاهلي، بس خلاص خلصنا
خلصنا حوار حجازي، الراجل قالها لهم كده انا عايز اقعد بره والموضوع بالنسبه لي خالص. فندور على مين شبه حجازي؟ اسامه جلال لاعب انبي. انبي بقى قالت لك ان انا ما عنديش اي فكره ان انا ابيع اسامه جلال، الا بقى لو هتدوني فلوس زياده وهتدوني شويه لعيبه من عندكم والكلام اللي الانديه بتاعتنا من مصر بتتكلموا، اول ما تيجي تتكلم على اللاعب بتاعها تقول لك لا والله ما هيتباع، انما اول ما تخلص معاهم في المفاوضات يقول لك عادي يا معلم ممكن نبيعه والحياه بالنسبه لنا تبقى زي الفل. فالمساك مفترض ان الاهلي هيدعم بالمساك، مفترض كمان ان هيبقى في تدعيم للناحيه اليمين بعد رحيل احمد فتحي ووجود محمد هاني وحيد. غير برضو كان في كلام طالع ان احمد فتحي بيفكر ان هو يلغي فتره الانتقال لبيراميدز، يعني شوف الشهر اللي احنا قعدناه بنتكلم على فتحي، في برضو اخبار طالعه بتقول ان فتحي كان عايز يقعد في الاهلي وكان في حاجات كتيره عماله تحصل في البلد دي ما حدش فاهم اي حاجه، غير ان الاهلي موضوع فتحي الموضوع اغلق تماما، وحتى لو انت عايز تكمل معانا احنا مش عايزين يكون الموضوع بالنسبه للاهلي خلاص. فالاهلي مفترض ان هو هيدعم ناحيه اليمين، ناحيه الشمال كده كده مفيش فكره للتدعيم لان علي معلول موجود ومحمود وحيد موجود وحسين السيد كمان موجود علشان خاطر الاهلي خايف يترد قلم كهرباء في حسين السيد او عمرو جمال او ازارو. عمرو جمال دخل على الخط اول امبارح لما قال لك او امبارح لما قال لك انا ما عنديش اي مانع لو الزمالك فوتني ان انا العب في الزمالك، اللي هو يعني يا فرج الله ده انت لو مش مرتضى صدقك وخدك ده انت هتبقى بالنسبه للاهلي صفقه العمر، اللي هو انت عايز تغزنا بعمرو جمال خده وهنديك عليه هديه بس معالي يا عم الحاج، فخلاص يعني عايز تاخد عمرو جمال خده زي الفل. فاحنا اتفقنا على ان احنا هنضم مساك وهنضم باك يمين في الشق الدفاعي والديفندرات. الديفندرات راجل مقتنع تماما بفكره ان اليو ديانج وعمرو السوليه وكمان لما يرجع لهم محمد محمود بالسلامه ولما يرجع لهم كريم نيدفيد بالسلامه هيكون خط نص متماسك جدا. اما دور صناعه الالعاب ف فيش كلام لحد دلوقتي على ان الاهلي عايز يضم اي حد في صناعه الالعاب، برغم ان محمد مجدي قفشه مش ظاهر بالمستوى التوب اللي هو يجبرك ان انت تقول ان الراجل ده هيشيل الفرقه لمده سنتين ثلاثه. فانا لحد دلوقتي الامانه بتاعت ربنا انا مستغرب ازاي ما بيتمش طرح اسماء صناع العاب. هتقول لي سيرنو، هقول لك سيبك من حوار سيرنو لان اتحاد الكره هيقلل المحترفين وانت تبقى مضطر ان انت تمشي حد من عندك اللي هو هيكون جيرالدو، فانت مش هيكون متاح لك ان انت فكره ان انت تضم لعيب اجنبي في مركز 10. وبرده نرجع نقول ونعيد ونزيد، محمد مجدي قفشه لعب ماتشين كويسين جدا في بدايه ما جه الاهلي الناس طلعته السما وبعد كده رجع الارض تاني. عارفك والله هتقول لي وليد ازارو من الشق الهجومي، بص وليد ازارو زي ما اتكلمنا في اول الفيديو، ازارو لعيب جري ولعيب سريع جدا، لعيب ممكن تقول عليه ان هو عداء اكتر ما هو لعيب كره قدم، الا الراجل اساسياته في كره القدم ممكن تقول ان هي مش مظبوطه قوي، غير ان هو بعد تصريح مصطفى حجي المدرب العام للمنتخب المغربي بتاع ان احنا ان انت مش تبقى موجود في مصر والسعوديه ده كافي ان انت تنضم للمنتخب المغربي، اللي هو حبيبي انت مش عشان لازم تبقى محترف، تبقى محترف بره في اوروبا، انما موضوع الاحتراف في السعوديه ومصر ده ما بقاش ياكل معاهم، برغم ان برضه هو كان مصرح ان مشكله عبد الرازق حمد الله اتحلت، برغم ان عبد الرازق حمد الله برضه بيلعب في السعوديه، يعني حاجات عكس بعض في التصريح بس ما حدش فاهم اي حاجه. فنسيب المنتخب المغربي ونرجع للمنتخب، نرجع للنادي الاهلي لان زي ما قلت لك هو تصريح حاجات غريبه كده. فاحنا اتفقنا ان احنا هنجيب هاف شمال لو رمضان ما كملش معانا، واتفقنا كمان ان احنا هنضم مساك، واتفقنا ان احنا هنضم باك يمين، وجيز ماركاتو الاهلي. اما اللعيبه المتاحه والاسامي اللي بتتقال فلحد دلوقتي مفيش اي حد فاهم ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن يجرى. الكلام اللي كان داير الايام اللي فاتت كان على نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، يعني نبيل عماد دونجا في المكانين اللي احنا كنا بنتكلم على ان الاهلي مفترض ان هو مش محتاج يضم حد فيهم، بس الكلام ما طولش والموضوع خلص تماما، وبيراميدز قال لك نبيل عماد دونجا لعيب مهم بالنسبه لنا ومش هنبيعه. فدلوقتي ماركاتو الاهلي زي ما احنا ما اتفقنا، الاهلي محتاج ايه؟ محتاج مدافع، محتاج باك يمين، محتاج هاف شمال. ما راحش اضم ديفندر بقى واقول انا هعمل ماركاتو زي مش جنان هو، يعني احنا كنا محتاجين ديفندر زمان ايام حسام عاشور ما كان خلاص بيخلص كوره ما كانوش بيضموا لنا ديفندرات، دلوقتي رحنا نجيب ديفندر واحنا مش عايزين ديفندر. وكلام كان فيه كلام على محمد عبد العاطي لاعب وادي دجله، بيقول لك ليه؟ اصل الزمالك كان بيفاوضه، يبقى احنا نروح نفاوضه، هنسيب الزمالك يفاوضه كده لوحده في صفقه؟ محدش فاهم. بص لو هتتكلم فنيات انت مش محتاج غير مركز او اتنين او تلاته لو انت عايز تجود، او تلاته زي ما قلت لك لو انت شايف ان محمد مجدي قفشه مش هيشيل الفرقه تروح تجيب لعيب مركز 10، انما انت هتخش في الصفقات وتعمل ماركاتو كتير ولعيبه كتير في ظل الازمات الماليه اللي الانديه بتعاني منها، فاعتقد هيكون موضوع ضرب من الخيال وضرب من الجنون. بص
انا عارف والله ان كل الكلام بتاعي مش هيكون مقنع، هتقعد تقول لي صالح جمعه وازارو ومظلومين من فايلر. انا بحب بصراحه المدرب الدكتاتور اللي هو اللعيب اللي يشوح لي ويخبط ايده وايده تتعور، اقول له بص يا بابا الموضوع بالنسبه لك خلصان، يعني انت اساسا لعيب بتجري بس والموضوع بالنسبه لك في الكوره على قدك قوي، وما بتعرفش تباصي وما بتعرفش عد واحد على واحد، واحنا مقابلين بكل ده والراجل كان هننزلك بديل، تروح تكسر لي ايدك وبعد كده مفترض ان الراجل ينزلك تاني، ولا انت تقعد تقول ان الراجل مضطهدني والراجل بيكرهني وبيحط سجاير في قفايا. انا بصراحه متفق مع الراجل تماما في فكره صالح جمعه وفكره وليد ازارو، ان الاثنين دول يعني صالح جمعه خد فرص زياده على اللزوم في الاهلي ومع ذلك ما استقلش نفسيا وما يعني ما كانش بيقدم الحاجه اللي احنا كنا عايزينها منه، اللي هو مفترض انك تركز في الملعب بس وسيبك من بره الملعب يا عم الحاج. اما ازارو فازارو بصراحه احنا يعني بعنا المراره بسبب وليد ازارو، بسبب كل الفرص اللي كان بيضيعها، الفرص السهله والحاجات الكتير اللي كان بيضيعها، فمع الاسف الشديد دلوقتي مبقاش فيه مجال متاح ان انت تضيع فرص كتير علشان خاطر شفنا اهلي ريني فايلر مش هو الاهلي اللي بتروح فرص كتير قوي على المرمى، ممكن تروح فرصتين ثلاثه في المباراه تخلصهم، اما غير كده فبارك الله لان احنا ما عندناش صناع العاب بيجيدوا صناعه الفرص بسهوله للمهاجمين، فاحنا كمان هنكون جايبين مهاجم بيضيع لنا الفرصتين ثلاثه اللي حيلتنا، فالموضوع يبقى صعب، غير ان احنا دلوقتي رامين الحمل على الاطراف، وفكره المهاجم ده انت بس دورك سنيد مش دورك ان انت استرايكر بتنهي الهجمات. يعني الموضوع بالنسبه لازارو انتهى تمام مع رحيل حسام البدري ورحيل عبد الله السعيد وتراجع مستوى جونيور اجايين من بعدها وليد ازارو انتهى تماما. وبما اننا قربنا على انتهاء الفيديو فمش تخسر اي حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب، وممكن لو جاوبت وعملت شير كمان زي حوار مجدي قفشه تبقى انت برنس والله العظيم، يبقى الحياه بالنسبه لك زي الفل. اما لو انت من الناس اللي هتقول انت مين انا عشان بتتكلم على الاهلي، عادي يا اسطى جت عليا.